au mon amour. Mon âme sœur, je compte les jours, je compte les. أنا بدأت رحلتي في مجال الطبخ في بوسطن 2010، لكن في الوقت الحالي إحنا مشغولين بحياتنا لدرجة إنه ننسى نفكر نطلع برا. عمري ما شفت زي هالمكان من قبل، كل تفاصيله جميلة. هذه التجربة مع كولومبيا خلتني أتشجع أنه أكتشف أماكن أكثر في بلدي السعودية.